السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. وإياك الله يستر عرضك وبارك فيك. يا شيخ، هناك صورة لأحد الميوع يقوم المزارعين في وقت الحصاد يعني. تكون السلعة غير معروفة أو الثمرة غير معروف سعرها، فيقوم بعض التجار أو المشتري بأخذ السلعة، ثم يقول عندما يعرف السعر سعر السلعة. لا يجوز. لا يجوز؟ طبعا لا يجوز. من أركان البيع معرفة السعر، معرفة الثمن. لكن يكون السعر غير متعارف عليه. لا يجوز بيع السلعة إلا وبتحديد الثمن. حتى وإن اتفق هما الاثنين؟ هما اتفق خلاص يكون الثمن عين. لا، من غير أن عين. اتفق على أنهما لا يجوز بيع السلعة إلا بتحديد الثمن عند البيع. تمام. الله يكرمك.